اما هلا مشاهدينا بنتقل عبر زوم لانه رح يكون معي أليكس نعمه من الصليب الاحمر اللبناني. صباح الخير. صباح النور، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك استاذ أليكسي. اليوم حاله توتر ليس فقط في غزه في فلسطين، ولكن اليوم حاله توتر ايضا تسود لبنان، بدايه من الحدود اللبنانيه الجنوبيه. الى اي مدى الصليب الاحمر اللبناني اليوم رفع جهوزيته وهو على اتم الاستعداد لا سمح الله فيما لو كبرت المعركه على الحدود الجنوبيه؟ اكيد نحن اكيد ما بيهمنا انه نعمل بانيك للعالم، اكيد، بس الصليب الاحمر اللبناني هو دائما على جهوزيه ومن خلال التدريبات تبعه. نحن بنتدرب قبل الكارثه، خلال الكارثه ومن بعد الكارثه. اما بالنسبه للوضع الحالي، نحن من اكثر من 10 ايام جهوزيه تبعنا بترتفع تدريجيا نظرا للوضع الميداني يلي عم يتطور يوم عن يوم. سو نحن بالنسبه لنا كل مراكزنا بلبنان كلها على جهوزيه تامه. نعم. بالاضافه للمراكز اللي على شريط الحدود، الاربع مراكز على شريط الحدود يلي هن بنعتبرهم المنطقه الحمراء، هن على جهوزيه قصوى. بنرجع بنصير تدريجيا نخفف الجهوزيه تنبعد عن هالمناطق. طيب استاذ أليكسي، كونك مدير الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر اللبناني اليوم، هل في استدعاء لاشخاص قدامى بالصليب الاحمر؟ هل في متطوعين جديد بلشتوا تشتغلوا عليهم؟ يعني هل في خط احمر وصلتوا له او لا؟ ابدا، نحن ولا مره بنحط براسنا انه في عندنا خط الاحمر بنوصل له، لانه كل شبابنا اللي موجودين اللي هن 5200 شخص متطوع موجودين لتلبيه كل النداءات. نحن بنكون عندنا فرق عم تشتغل على الارض، بكون نفس الوقت عندنا فرق عم تشتغل العمل الروتيني يلي بيكونوا عندنا من نقل المرضى على المستشفيات، حوادث سير الى اخره. نعم. بالاضافه هلا اذا بدك مؤخرا عندنا الفرق البحث والانقاذ اللي عم بيشتغلوا بالبنايه الواقعه بالمنصوريه. نعم. ولا 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 شغلنا على طول مكمل طبيعي، ما في شيء بيتاثر بهذا الموضوع. ايه بس استاذ أليكسي، يعني لا سمح الله طبعا نتامل خير وما يصير شيء منه، ولكن هل في سيارات اسعاف كفايه فيما لو كانت خليني اقول الضربه كبيره او قويه؟ هل في المعدات الطبيه الموجوده بهيدي الاليات موجوده؟ يعني هل الصليب الاحمر حاضر لهيدا الشيء اللي ممكن، برجع بقول لا سمح الله ما بدنا اياها تصير، بس فيما لو؟ أنا بطمن كل المواطنين، الصليب الأحمر على أتم الجهوزية لتلبية كل النداءات الطارئة والنداءات الاستثنائية. نحن من الحرب 2006، من تموز 2006 أخذنا بعض الثغرات اللي صارت معنا وتدربنا عليها وتأقلمنا عليها وصححنا بعض الأشياء يلي بتتأقلم مع الواقع اللي نحن موجودين فيه هلا. سو نحن دائما بتطور وبتنسيق دائم مع كل الاجهزه الامنيه ومع كل الفعاليات اللي على الارض ومع كل الجمعيات اللي على الارض. وما اهم شيء هو سلامه المصعف، بس نامن سلامه المصعف بنكون عم نامن سلامه الطاقم كله، بنكون عم نامن سلامه المصاب الموجود معنا بسيارته. طيب استاذ أليكسي، فيما لو اضطريتوا استدعاء السيارات او المسعفين او زياده عدد من مختلف المناطق اللبنانيه لمنطقه محدده، رح تعملوها او رح تتركوا بمختلف المناطق اشخاص؟ لانه بتعرف يمكن لا سمح الله اذا كثير تازم الوضع على الحدود الجنوبيه بلبنان، يمكن حدا مثل ما حضرتك عم تقول اكسيدان بنايه خبريه، يعني رح تتركوا ناس على الارض، مش رح يكون الهجوم على مكان واحد. طبعا قلت لحضرتك انه نحن عملنا هو بينفصل عن العمل الاستثنائي، العمل الميداني الروتيني الطبيعي مكمل عادي. أوكي. نحن بنصير ندعم بفرقنا تنخفف ونريح المناطق الحمراء اللي موجودة فيها القصف واللي موجود فيها الجهوزية المرتفعة، بس نحن مناطقنا مكملة شغلها طبيعي جدا، إن نعم. كان بالجنوب، إن كان بالبقاع، إن كان بالشمال، إن كان ببيروت وجبل لبنان. نعم. الشغل طبيعي مكمل، بس منعلي الجهوزية أكثر ومندعم بفرق زيادة تنقدر نعمل، يعني هذا الشيء الروتيني الطبيعي اللي احنا بنعتمده مشان تكون مراكزنا اللي بالجنوب ما تنزل بمريض عادي او بمريض استثنائي على منطقه كثير بعيده عنه. بنحاول نعمل تبديل على الطريق، بنحاول نعمل راحه للمسعفين، بنعمل دوامات استثنائيه، كل هيدا سوا، هيدا السيناريو كله
نحن نتدرب عليه حتى ننفذه بهيك وضع. معقول تطلقوا حملة للتبرعات بالدم؟ معقول تبلشوا فيها؟ معقول تطلبوها؟ معقول يكون في شيء استثنائي بالوقت الحالي نحن ما بدنا نعمل بانيك لحدا. نحن القطاعات العملينية اللي هن قطاع الإسعاف والطوارئ، قطاع بنوك الدم، قطاع بنوك الدم وقطاع الخدمات الطبية بالإضافة لإدارة الكوارث، كله على جهوزية تامة. تدريجيا وين بنمشي وين بنوصل ساعتها كل حادث له حديث. هلا ما في داعي انه نعمل اطلاق حمل الدم بالوقت اللي وان شاء الله ما بيصير شيء. ان شاء الله يا رب. ضاين محدده بالبرادات، حرام يعني نوصل لمرحله نتلفون او يصير عندنا تضخم للدم وفي مرضى يمكن مش بحاجه لعمليات ومش بحاجه لدم والى اخره. هل صار في اتصالات استاذ أليكسي ما بينكم وما بين القطاع الاستشفائي والمستشفيات على خليني اقول على صعيد عالي او مستوى عالي فيما لو صار شيء بالبلد؟ هل صار في تنسيق؟ بلشتوا بهذا الموضوع؟ صحيح، نحن دائما عندنا اتصالات وهلا كثفناها اكثر واكثر لجهوزيه المستشفيات، لجهوزيه الطواقم الطبيه، لضروره انه يكون في تنسيق لاماكن شاغره خصوصا بالمنطقه اللي بنعتبرها منطقه حمراء. هيدا شيء اساسي وضروري لازم ينعمل. وبننطلق من هالمنطقه وبنروح باتجاه المناطق السالمه اللي ما فيها اي توتر. يعني أنا بدي أقول أستاذ أليكسي نعمي إن شاء الله ما بيصير شيء أبدا أبدا أبدا، وإن شاء الله بنرجع يعني بتكون هيدي غيمة سوداء وبتقطع على لبنان إن شاء الله، ولكن ضروري كان نضوي على هيدا الموضوع لأنه بتعرف دايما الناس بتبلش تخاف وبتعيش حالة هلع يمكن قبل ما يصير شيء نظرا لأنه تلوعنا بهيدا البلد. اسمحي لي بس تفضل ذكر بخط الطوارئ 140 يلي هو خط الطوارئ المجاني لأي نداء لأي استشارة لأي شيء طارئ. وعندنا الخط الساخن اللي هو 1760، هذا للمواطن العادي اللي عنده استشارة، اللي عنده شكوى، اللي عنده أي ملاحظة بحب يعطيها، اللي عنده طلب دم، اللي عنده أي شيء بارد. فإذا خط الطوارئ 140 هو جاهز لتلبية كل النداءات الطارئة بكل الأراضي اللبنانية، وإن شاء الله ما بصير شيء يا رب، ونحن جاهزين وما يعطي الهم المواطن نحن حد. يعني بصراحة سيد أليكسي أنت بتعرف أنه كل اللبنانيين عندهم ثقة مطلقة بالصليب الأحمر اللبناني، ويمكن أكثر 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 رقم محفوظ عند الشعب اللبناني هو ال 140، لأنه بيعرفوا أنه هن بأيدي أمينة وبيعرفوا قد إيه حضرتكم عم تشتغلوا بشكل معطاء ومن القلب وبدون أي مقابل مادي. يعني بالآخر هيدا عمل تطوعي وإنساني 100%. شكرا لوقوفكم حدنا بكل الظروف يلي مرقت على هيدا البلد، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بتضلكم سالمين ومعافين دائما. شكرا لك.